قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. جايب لك النهارده حاجه مختلفه تماما، قصه بطل هند حقيقيه. خلينا نشوف بيكذبوا في الحقيقه ولا في الافلام بس. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بسانديب، طفل بريء عايش مع اسره بسيطه مكونه من ام واب واخت. ولكن الطفل ده ما كانش طفل عادي، كانت متعته الاسلحه والكونغ فو، ولكن ما كانش عارف يحط نفسه في الحاجات دي ازاي، لحد ما خده ابوه في استعراض للقوات البحريه. ومن هنا سانديب حدد هدفه وقرر في يوم من الايام يكون ضابط بحريه. وفعلا سانديب بيكبر وبيروح الثانويه. اهو بالك يا صديقي. المهم سانديب بيكون في الحمام ومعاه كتاب من الكليه البحريه، وبيكون معاه زمايله فيهم اللي ماسك سيجاره واللي ماسك المبوله. وواحد منهم بيقول له اصلا انا نفسي اظبط البنت برضه، بيقول له اتعامل معاها بطبيعتك هتحبك، بيقول له حاولت ولكن ما حبتنيش على طبيعتي، بيقول له يبقى عمرها ما هتحبك. ومره واحده بتخرج من الحمام القمر ايشا، كلهم بينصدموا واصحابه بيخرجوا جري من الحمام. ولكن سانديب بيفضل واقف على وضعه وكمان بيركز معاها، بيقول لها هي جايبك حمام الاولاد، بتقول له حمام البنات عطلان، بيقول لها على فكره شنطتك حلوه قوي، بتقول له قصدك ايه يعني، بيقول لها اسمي سانديب، بتقول له انا مالي، ما تحاولش تجر نايم كده كده هقول للمدير ان زمايلك بيشربوا سجاير، بعد اذنك بقى، بيقول لها بقول لك ايه، وبياخد لها صوره، بتقول له انت اتجننت، بيقول لها لا انا مجنون اصلا، لو قلت للمدير على السجاير هوريه الصوره واقول له دخلت عليا وانا باخد شاور، بتغضب وبتسيبه وتمشي. بالليل بيكون معاه ورقه اختيار الكليه وبيعلم على الكليه البحريه، اخته بتقفش الورقه وبتقول له انت عايز تبقى ضابط بحريه، بيقول لها اخرسي خالص ابوك هيسمعنا، بتقول له ما هو عايزك تخش طب، بيقول لها انا مش عايز وهعمل الحاجه اللي بحلم بيها. ومره واحده بيسمعوا صوت سوي، بيكون جارهم كالعاده بيضرب مراته وبيكون خلاص هيروح لهم، ولكن امه بتقفل الشباك وبتقول له واحده وجوزها مالكش دعوه. تاني يوم ايشا بتكون مستنيه باباها علشان يحضر معاها عيد ميلادها، ولكن بيجي السواق بس وبيقول لها ابوكي مش هيقدر يجي علشان معاه شغل، وبيديها الظرف ده بيكون مكتوب عليه حبيبتي كل سنه وانت طيبه، معلش مش هقدر احضر عيد ميلادك لاني مشغول شويه. وبيكون في الظرف فلوس كتير جدا، بترمي الجواب بالفلوس اللي فيه وبتروح تقعد في كافيه وهي في منتهى الوحده. بيخش عليها سانديب وبيقول لها خد الظرف ده واقع منك، بتقول له انا اللي رميته، بيقول لها طب ما تشغليني مشاه وراكي، ما تقلقيش مش عايز فلوس، كفايه خد اللي هترميه بس، يلا بقى انت هتيجي معايا علشان نصرف الفلوس دي، بتقول له لا شكرا مش عايزه، بيقول لها لا هتيجي ولا ادي الصوره دي للمدير، بتقول له انت بتهددني، بيقول لها لا طبعا انا ببتزك، بتوافق وبياخدها على محل هدوم. هو بيقول لها الفستان ده خرافه، بتقول له انا مش هلبس البتاع ده، بيقول لها الصوره معايا، بتخش تلبس الفستان وبمجرد ما بتخرج وبيشوفها بيخش في حاله غمام، بتقول له ايه رايك، بيقول لها مش حلو بس لما شفته عليك حلو في عيني، عجبك الفستان، بتقول له حلو قوي، بيقول لها دي هديه عيد ميلادك، بتفرح لان اخيرا لقيت حد يهتم بيها. بيركب معاها العربيه وبتقول للسواق وصل سانديب لحد البيت، بيقول لها بيت مين، انا خلاص بقيت حبيبك هقعد معاك شويه في بيتك، وبيخش يقعد معاها، بيقول لها على فكره انا ما دخلتش البيت لانك قاعده لوحدك، انا حبيت اقعد معاكي علشان ما تبقيش لوحدك، بتفرح قوي لانها اخيرا لقيت الطبطبه. بقول لي بقى انت لقيتها صديقي. المهم من بعدها بيقضوا اجمل الاوقات سوا وما بيعديش يوم الا لما يقضوه سوا. المهم في المدرسه بيعملوا حفله افضل لبس في المدرسه، والكل بيكون لابس ومستني الجايزه، والكل بيسال على سانديب، سانديب بيخش لهم بدلة البحريه والكل بيعجب بالبدله. ايشا بتروح له وبتقول له حلوه قوي البدله عليه، بيقول لها اكيد فستانك احلى بكتير. بتنتهي الحفله وهما الاثنين بيروحوا سوا، وهما في الطريق بتقول له سانديب انا عايز اقول لك كلمتين محشورين في قلبي انا. ولكن مره واحده بيلاقي جارهم بيضرب مراته في الشارع، بيروح علشان يشيل عن الست الغلبانه دي، ولكن جوزها بيخبطه بقلم بيرميها على الارض. سانديب ما بيستسلمش، هو بيقوم يقف في وشه رغم انه ضعيف وما يقدرش يسد قدام ولا قدام غيره. المهم الشرطه بتحضر وبتاخد الراجل. سانديب بيروح البيت وابوه بيقول له انت قدمت على الكليه البحريه من غير ما تقول لي، تستاهلهم رفضوك علشان نظرك ضعيف. سانديب بيخش اوضته وايشا بتخش وراه، هو بتقول له انت ليه عايز تخش في حاجه مش لونك، انا كنت فاكره طموحك غير كده، انت في دماغك حمايه البلد وده معناها تروح وتغيب هنا، انا ما صدقت لقيت حد يهتم بيا ويكون جنبي، بستنى اهلي كتير ولكن مشغولين عني ومحدش بيجي، فلو انت هتكمل في احلامك دي هنفضل اصحاب زي ما احنا. بيقول لها ما انت سمعت اللي قاله ابويا، انا اترفضت في البحريه، بتقول له ده مش هيوقفك عن اللي في دماغك، ما هو ممكن تخش الشرطه ممكن تخش الجيش، رفض البحريه مش هيوقفك. سانديب كان فاقد الامل ورجع له بعد كلام ايشا، وفعلا بيقدم في الجيش وبيتقبل. هم بتكون في منتهى الحزن عليه وابوه بيكون غضبان من قراره، ولكن سانديب بينفذ اللي في دماغه، هو بيودع امه وابوه ما بيكونش راضي يسلم عليه، بيسيبهم ويمشي، ولكن ابوه بيلاقيه ناسي جواب قبوله في الجيش فبياخده وبيروح جري وراه علشان يديله الجواب، وفعلا بيحصله. هو بيقول له خد جواب القبول انت نسيته، بيقول له الجواب الاصلي معايا واللي معاك دي نسخه منه، بياخده بالحضن وكلهم بيكونوا في منتهى الحزن. سانديب بيوصل الكتيبه وبيبدا اول يوم ليه، الساعه 4 الفجر بيصحى وبيبدا اول تدريب، بينزل تحت الميه ولكن نفسه بيكون قصير جدا ما بيقدرش يستحمله وبيخرج اول واحد في زمايله. تاني تدريب الرمايه ما بيجيبش ولا طلقه صح، تالت تدريب وهو الضاحيه يعني الجري يا صديقي. اول اتنين بيوصلوا بياخدوا كل واحد كوبايه ميه، وللاسف برضه سانديب بيكون اضعف واحد فيهم فبيجي اخر واحد فيهم. التدريب الرابع وهو الفنون القتاليه، وبرضه بيكون اضعف واحد في زمايله، الكل بيلطش فيه واقوى واحد
في كل التدريبات هو أكاش ماكينة قتال، ولكن مع مرور الوقت والتركيز في التدريبات مستوى سندب بيتطور بشكل رهيب، وكل يوم والتاني يبعت جواب لعيشة ولكن ما بتردش عليه، بيدرك تماما انها نسيته وبطلت تفكر فيه، او ممكن تكون لضبت مع حد تاني. يعني تفتكر ان ده هيأثر فيها صديقي؟ لا والله، بيتطور في كل التمارين وبيتفوق على زمايله في الرماية رقم واحد، في المهارات القتالية رقم واحد، بيقعد تحت المية كتير جدا، المدرب بيستناه بالساعات وبرضه ما بيخرجش، ربنا يهديكوا وتبطلوا هاتش، وبرضه في الجري محدش بيجيبه، بيوصل قبل زمايله بنص ساعة، والمدرب بيديله كوباية مية، واللي بيكون بعده على طول فير، ولكن أكاش ابن الهرمة رغم ان فير صاحبه الانتيم ولكن بيخبطه وبيوصل قبله وبياخد كوباية المية التانية. سانديب بيروح لفير وبيديله كوباية المية بتاعته لانه يستحقها، بيدخلوا قاعة الاكل وأكاش بيقول لفير معلش يا اسطى ما كانش قصدي. في الوقت ده الاعلام بيتكلم عن ضحايا ماتوا بسبب قنابل زرعينها الارهاب، سانديب بيركع حداد وأكاش بيضحك عليه، ولكن الطلبة كلهم بيقلدوا سانديب بما فيهم قائدهم. بالليل بيروح على اوضته وفير بيروح وراه بيقول له في ايه؟ بيقول له بص يا اسطى في حاجة بتحصل من وراك وانا حاسس بالذنب من ناحيتك، الرسائل اللي انت بتبعتها لعيشة ما بتوصلهاش. قبل ما توصل الرسالة اللي بتاع البريد أكاش بياخدها من الصندوق، واللي بتجيلك من عيشة ما بتوصلكش لانه برضه بياخدهم. بيروح جري على أكاش وبيزنقه زنقة كلاب، بيقول له فين الجوابات؟ بيديله الجوابات وبيقول له انا اسف، خلي بالك ايش هتسافر على سويسرا. بيلبس هدومه وبيروح جري على بيتها، بيلاقيها فتحت الباب ومسافرة. بتقول له سانديب؟ بيقول لها انا شفت كل جواباتك امبارح بس حاولت اكلمك كتير ولكن تليفونك مقفول. بتقول له بابا خد التليفون. هو بيكون خلاص خارج عليهم ولكن سانديب بيقفل الباب وبياخدها ويمشي. بتقول له هو احنا كده بنهرب؟ بيقول لها لا، انا سبت الجيش وجيت علشان اودعك، لازم امشي دلوقتي لاني ورايا تدريب الصبح. بتروح توصله والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن، العربية دي بتكون خلاص هتخبطها ولكن سانديب بينقذها، وانا كمختار راضي ومصدق. المهم بيركب الباص وبيسيبها ويمشي، ولكن بيقف على الباب وبيقول لها ايشا انا بحبك يا ايشا، وبياخد لها صورة. بيقول لها ما تتجوزيش راجل من سويسرا. بتقول له لو اتجوزت؟ بيقول لها هقتله واتجوزك انا. بتروح جري عليه وبتديله ختم الموافقة، بتسيبه وتمشي، وتعدي الايام وتفوت السنين، وسانديب بيكون اترقى وبقى مدرب في الكتيبة. بينزل اجازة وهو راجع الجيش تاني بيودع اهله، هو بيقول لمامته انا سرقت حاجة منك، لما ارجع هبقى اقول لك عليها. بمجرد ما يوصل الكتيبة بياخد ترقية رائد وبيتنقل لقوات الامن الوطني، بيعملوا له حفلة استقبال هو وزمايله وكل حاجة بتكون ماشية زي الفل. بيجي له جواب من ايشا بيقراه وبيروح جري للقائد بتاعه وبيقول له يا فندم انا عايز اجازة ضروري. بيقول له ايه السبب؟ بيديله الجواب وبيقول له زي ما حضرتك شايف لو ما رحتلهاش هخسرها للابد. بيقول له انت عايز امتى الاجازة؟ بيقول له بكرة يا فندم. في الوقت ده بيكون في مجموعة ارهاب بيخططوا للهجوم على اشهر شارع في مومباي، شارع ليوبولد، يا رب كنت قلته صح. المهم الشارع ده بيكون فيه زحمة بشكل مهول، وكمان فيه اكبر فندق تقريبا في الهند، وفعلا الشباب الارهاب دول بيوصلوا مومباي وبيتفرقوا، وكل اتنين فيهم بياخدوا تاكس، بيوصلوا الشارع وفي كل تاكسي بيسيبوا قنبلة، بيجمعوا اسلحتهم وبيفجروا القنابل بطول الشارع، ناس كتير بتروح ضحايا الانفجارات، والباقي منهم اولاد الهرمة بيفرتكوا فيهم بالاسلحة، مئات الناس بتهرب وبيروحوا جري على الفندق، الارهاب بيخش وسط الناس والموظفين بيطلعوا الناس فوق، بيخلصوا على كل اللي تحت وبيطلعوا يكملوا فوق. نوال بتكون في الدور الخامس وبتسمع صوت بره، بيكون معاها مكالمة وبتخرج تشوف ايه الصوت ده، جارها برضه بيكون سمع نفس الصوت وبيقولها هو ايه اللي بيحصل، ما بتردش عليه وبتخش جوه تكمل المكالمة، بتسمع نفس الصوت والمرة دي بتتأكد ان ده صوت سلاح، بتخرج بره هو بتشوف واحد من الارهاب بتقول له لو سمع، ولكن بتلاقي معاه سلاح فبتخش تستخبى جوه، وسانديب بيكون في طريقه لعيشة ولكن بيسمع اللي حصل في الراديو فبيرجع تاني الشغل. ابوه وامه بيشوفوا اللي بيحصل في الفندق فابوه بيتصل بيه ولكن بيلاقي تليفونه مقفول، بيتصل بزميله بيقول له سانديب فين؟ بيقول له ما تقلقش سانديب اصلا خد اجازه، ما يعرفش ان سانديب رجع. هو بيقف في صف الفريق اللي رايحين على الارهاب، القائد بيقول لهم الهجمه دي من اشد الهجمات الدمويه في تاريخ الهند، وده يثبت لنا ان الخصم في منتهى الشراسه ومخطط للهجوم من فتره، ولذلك كل الضباط اللي ما اخترتهمش يخرجوا بره الصف. سانديب بيقول له انا يا فندم. بيقول له اخرج بره الصف يا سانديب. بيقول له بعد اذنك عايزك في كلمتين على جنب. بيروح معاه بيقول له ما تتكلمش معايا انك تروح المهمه دي، انت ضابط تدريب ما ينفعش اخدك في مهمه خطر زي دي، ممكن اخسرك هنا، قرار نهائي ما فيش فيه نقاش. بيقول له حتى لو مات مش خساره في اهل بلدي يا فندم، اللي انت واخدهم كلهم دول طالعين من تحت ايدي، انا اللي مدربهم ولذلك عارف قدرات كل واحد فيهم وعارف كل واحد محترف في ايه بالظبط، ولذلك لازم اكون معاهم علشان احط كل واحد في مكانه. بيقنعوا وفعلا بيروح معاهم المهمه، وهم في الطريق بيقول لزمايله احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عدد الاعداء ولا عدد الناس اللي احنا رايحين ننقذهم، ولكن في كل الحالات هنعمل اللي علينا وهنقف وقفه رجاله. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. وفعلا بيوصلوا الفندق والاعلام اول باول بيوصل الاخبار للناس، ودي بتكون كارثه يا صديقي لان قائد الاعداء دول بيعرف اللي بيحصل اول باول من الاعلام ويبلغ رجالته جوه. سانديب ورجالته بمجرد ما بيقربوا من الفندق هؤلاء الهرمه بيهجموا عليهم، سانديب ورجالته بيردوا عليهم وبيدخلوهم زي الفيران، وفعلا بيخشوا جوه الفندق بيبداوا يحطوا الخطه علشان يطلعوا فوق ويهجموا على الارهاب، والارهاب بيوصلوا الدور الخامس وبيقتلوا الراجل جيران نوال وهي قاعده في الاوضه مرعوبه منهم. يا ريتني كنت معاها علشان احسسها بالامان.
تمام. المهم مدير الفندق بيقول لسنديبو اللي معاه الفندق في كل دور واحد فيه 75 غرفة، الارهاب هيقدروا يستخبوا في اي مكان لان الفندق عبارة عن متاهة. القائد بيقول له كاميرات المراقبة، بيقول له ولعوا في اوضة التحكم بتاعت الكاميرات. الضابط ده بيقول دي مهمة مستحيلة، احنا لو هجمنا هيخلصوا علينا بكل سهولة لان احنا ما نعرفش عددهم ولا اماكنهم ولا اي حاجة عنهم. سنديب بيقول لهم هنهجم وانا عندي الخطة، عايز قناصين محترفين يحوطوا المبنى من كل اتجاه علشان نتحرك براحتنا، ولو في اي حد احنا مش شايفينه هم يجيبوه. وفعلا القناصين بتيجي وبيحوطوا المبنى من كل اتجاه، وسنديب وفريقه بيطلعوا فوق وبينقذوا ناس كتير جدا. ولكن في الدور الخامس نوال بتفتكر ان جارها اللي اتقتل كان معاها طفلة صغيرة، بتروح جري على اوضته وبتاخد البنت تستخبى بيها. في الوقت ده سنديب بيكون وصل الدور الثالث بيلاقي الناس مرمية مغرقة المكان. زمايل سنديب في الدور اللي تحت بيلاقوا الشخص ده متكتف فبيقربوا منه علشان يفكوه، ولكن بمجرد ما بيفكوه بيلاقوا الارهاب سايبين لهم قنبلة في بقه، وهما بيهربوا القنبلة بتنفجر. بتستتر محدش بيموت. سنديب بيعرف اللي حصل، هو بيقول للارهاب عرفوا منين ان احنا طلعنا فوق؟ ازاي بيعرفوا تحركاتنا؟ زميله بيقول له اكيد وسائل الاعلام. بيتفرقوا في الفندق وكل واحد بيروح مكان، وسنديب بيلاقي الشخص ده فبياخده معاه، بيكون فاكره من الرهاين، ولكن بيبص على جزمته بيلاقيها كلها دم، بيكون خلاص هيضربه ولكن ابن الهرم بيرفع عليه سلاح. تفتكر ان ده هيفرق مع سنديب صديقي؟ لا والله، بينزل فيه تخبيط يمين في شمال او بينفذ فيه الحركتين اللي متعلمهم، ولكن ابن الهرم بيلف السلسله دي حوالين رقبته او بيكون خلاص هيقتله. تفتكر انه هيقتله صديقي؟ لا والله، بينزل تخبيط في وشه هو بيقلبه الناحيه الثانيه، ولكن ابن الهرم بيجري منه وبيرفع سلاح على الرهينه دي، بيخبط سنديب بطلقه بيبعد عنها ويا دوب بتلمس رقبته، بيكون عايز يضرب ثاني ولكن خزنه السلاح بتخلص، بيخبط الست دي على دماغه وهو بيجري من المكان. سنديب بيروح جري على الرهينه واكش بيجي جري عليه، بيشوف التعويره اللي في رقبته، هو بيقول في الجهاز الرائد سنديب مصاب وبينزف من رقبته. القائد بتاعه بيقول له سنديب سيب كل اللي في ايدك وانزل تحت حالا، انا مش مستعد اخسرك. بيقول له يا فندم ده خدش صغير، انا خلاص قربت اخلص المهمه. بيقول له من غير نقاش انزل تحت حالا، وفعلا بينزل تحت وزمايله بيكونوا نزلوا كل الرهاين، بيخيطوا له الجرح. في الوقت ده هيشه بتتصل بيه ولكن ما بيشوفش التليفون، هيشه بتكون شافت الاخبار على التلفزيون وبتكون هتتجنن عليه. بتتصل بابوه بيقول لها ما تقلقيش يا بنتي، سنديب ضابط تدريب ملوش دعوه بمهمه الفندق، ولكن ايشه قلبها ما بيكونش مطمن وبتبدا تفتكر اللي حصل ما بينهم. وفي الحقيقه صديقي هي وسنديب اتجوزوا وعاشوا اجمل فترات حياتهم سوا. سنديب بيرجع خدمته وهي بتروح للدكتوره، بتقول لها مبروك يا ايشه هتجيبي كداب صغير. بتفرح قوي وبتكون عايزه تفرح سنديب، ولكن سنديب كالعاده ما بيردش عليها، وهي في الشغل بتحس بالم وبتتنقل على المستشفى. بتسقط الطفل وبرضه بترن على سنديب ما بيردش عليها. بتروح له مكان خدمته وبتقول له ما كنتش ليه بترد عليا، بيقول لها غصب عني. بتقول له انا كنت محتاجه لك جنبي اول فتره اللي فاتت، وانت كالعاده كنت سايبني لوحدي مرميه زي الكلبه في المستشفى. بيقول لها وانت رحت المستشفى ليه؟ بتحط ايديها على بطنها، بيقول لها كان في طفل ونزل صح. قبل ما ترد عليه بيجي عليه العسكري ده وبيقول له محتاجينك فورا يا فندم. بتقول له علشان خاطري ما تسيبنيش تاني، انا محتاجه لك اكتر من اي حد. بيقول لها الظاهر انهم محتاجيني في حاجه ضروريه، انا اسف. هو بيسيبها ويمشي. هيشه بترجع البيت وبيكون معاها وثيقه الطلاق والجواب اللي جاله في الحفله وخد اجازه بسببه كانت هي دي وثيقه الطلاق. وسنديب خد الاجازه علشان يروح لها، ولكن رجع علشان يروح المهمه وينقذ اهل بلده. المهم هيشه بتخلص تفكير وسنديب بيكون في منتهى الغضب، لان كل ما حد يقرب ناحيه الفندق الارهاب بيعرفه من الاعلام وبتفشل كل خططهم بسبب الاعلام. سنديب بيخرج لهم بره الفندق وبيلاقي الشرطي ده بيتكلم مع الاعلام، بيبص له بعينه بس بيركنه على جنب. المذيعه بتقول له قول لنا يا فندم ايه اللي بيحصل جوه. بيقول لها اللي بيحصل ان مفيش دم خالص، في ناس كل ثانيه بتموت جوه وانتم مهتمين هنا بمكاسبكم على قفاهم. عندك عيله يا استاذه؟ بتقول له يعني ايه؟ بيقول لها ام اب اخ ابن. بتقول له عندي ابني. بيقول لها في كتير في سنه ماتوا جوه، شفت ام واب واخ واخت وطفل ميتين جوه، وفي كتير زيهم لسه عايش عايزين ننقذهم، ولذلك ارجوك وقفي اللي بتعمليه، عن طريقك وطريق غيرك بيعرفوا احنا بنخطط لايه. بيسيبهم ويمشي، والمذيعه دي بتقول للبنت افتح الكاميرا، وفعلا بتفتح الكاميرا، والمذيعه بتقول وصلنا الخبر جديد، في 24 رهينه محبوسين عند حمام السباحه، فين الامن الوطني؟ فين الشرطه؟ قائد الارهاب بيسمع الخبر وبيبعت رجالته هناك، ولكن اللي ما يعرفوش ان ده فخ، وسنديب برجالته مستنيينهم هناك، بيخرج عليهم زي الاسد وبيفرتك الاثنين الارهاب اللي دخلوا عليهم. بيرجع للقائد وبيقول له احنا هنوقف الهجوم النهارده وبكره الصبح هنشوف هنعمل ايه. بيخرج يتصل بابوه بيلاقي التليفون مقفول، بيتصل بايشا بتقول له سنديب انت كويس؟ انت فين؟ بيقول لها ما تقلقيش عليا انا في الكتيبه بتاعتي. بتقول له طيب استلمت الورقه؟ بيقول لها مش همضي عليها، انا بحبك ومستحيل استغنى عنك، اللي بينا اكبر من كده بكتير. بتقول له اللي بينا انت دمرته، عمري ما احتجت لك ولقيتك، اقرب موقف المستشفى، سبتني لوحدي ودلوقتي انت فين؟ برضه سايبني لوحدي. بيقول لها وعد مني ده مش هيتكرر تاني ومش هيبقى في اي اسرار ما بينا، وهحكي لك كل حاجه عني، بس عايز اعرف ايه اللي حصل في المستشفى. بتقول له مش مهم تعرف. العسكري ده بيقول لمدير الفندق عايزك يا فندم. بتقول له فندق؟ انت في الفندق؟ بيقول لها مش مهم تعرفي، كل اللي عايزك تعرفيه اني مش هسيبك تاني. في الوقت ده مدير الفندق بيكون بيتكلم مع نوال وبتقول له ابوس ايدك الحقني، انا في الدور الخامس معايا طفله صغيره ومش قادره
تتنفس من الدخان اللي في المكان، وخايف انزل بها الارهاب يقتلونا. بيقول لها ما تقلقيش يا فندم، احنا هنعمل اللازم ونوصل لك، خليكي مكانك لحد ما نجيلك. قلت لي انت فين بالظبط؟ بتقول له في الدور الخامس غرفه 575. وهي بتتكلم الارهابي ده بيسمع صوتها، بيروح على المكان اللي هي فيه، والمدير بيتكلم معاها ولكن ما بتردش. سندب بيقول له ما تتكلمش تاني، طالما سكتت يبقى في حد وصل مكانها. وفعلا بتستخبى من الارهابي، وسندب بيروح للقائد بتاعه بيقول له يا فندم لسه في 2 رهاين فوق. بيقول له مش هينفع نطلع فوق دلوقتي يا سنديب، انت تعرف كم عددهم؟ طيب تعرف هم فين بالظبط؟ لو طلعت فوق لو معاك 100 جندي كلكم هتموتوا ومش هتعرفوا تعملوا معاهم اي حاجه. بيقول له لو ماتوا الاثنين اللي فوق يا فندم، بيقول له لو كان ده فخ منصوب لنا هنخسر كم واحد من رجالتنا؟ بيقول له واحد بس يا فندم، انا هطلع لوحدي مش عايز حد معايا، الست دي طلبت المساعده ومعاها طفله لازم ننقذهم من الكلاب دول، مش هسامح نفسي ولا هعرف انا من ليله والاثنين دول حصل لهم اي حاجه. بيروح لوحده ولكن القائد بيبعت معاه 3 جنود. سندب بيوصل الدور الاول والارهاب بيهجموا عليهم، هولاد الهرمه بيكونوا محاوطينهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه صديقي. لا والله، بيرمي عليهم قنابل غاز محدش منهم بيشوف حاجه، زمايله بيخافوا يطلعوا معاه ولكن هو لوحده زي الاسد بيجريهم قدامه زي الفيران. بيوصل الدور الثالث ولكن واحد من الارهاب بيكون مركز عليه وهو طالع، بيلف نفسه لفه حرير وبيخبطه بطلقه في صدره، بيكمل لفوق كلهم بيجروا منه. بيروح لنوال وبيقول لها ما تخافيش انت في امان، ما تتحركيش من هنا، خليكي واثقه فيا. وفعلا ما تتحركش من مكانها، وواحد من الارهاب بيجي عليها ما يعرفش ان سندب مستنيه يخش، وفعلا بيخش وسندب بيرميه لزمايله مشنوق بحبل بالشفا حماده. بياخد نوال والطفله وبيكون خلاص نازل ولكن اولاد الهرمة بيضربوا عليه، بيرمي نوال على السلم ويا بخت السلم، وزمايله بياخدوها وبينزلوا لتحت. سندب بيكون واقف لوحده قدامهم وبيخبط قائدهم بطلقه في كتفه ولكن ما بيموتش. ابن الهرمة بيفتح القنبله دي وبيرميها عليه، بيفجر به المكان بالكامل، الكل بيكون فاكره مات ولكن الانفجار ولا اثر فيه، ما يعرفوش ان سندب هندي اصيل كذاب. ولكن اولاد الهرمة بيخشوا عليه وبيحوطوه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه صديقي. لا والله، بيقوم لهم زي العبد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله، بيقف لوحده بألف راجل ولا واحد منهم بيسد معاه. ابن الهرمة ده بيخبطه بطلقه غدر والباقي منهم بيتلموا حواليه، واحد منهم بيجري عليه بسكينه فبيمسك ايديه وبيصد بيه طلقات زمايله. وعلى وضعك يا سندب يا ابن الكذاب، بيخلص على 2 ولكن التالت بيغرز له سكينه في كتفه. جرى يا جدعان، ما بالراحه على الواد يا عم. سندب بيقفش في رقبته وما بيسيبوش الا وهو ميت. القائد بيقول له سندب انا هبعت لك دعم، في كم واحد عندك؟ بيقول له ما تبعتش حد، انا هكدب لوحدي يا قائد. وفعلا بيخرج لهم وما بيكونش باقي على حاجه، بيخلص على اغلبهم ولكن واحد من اللي باقيين بيخبطه بطلقه في صدره ولا بيتاثر، بيخلص عليه وما بيكونش فاضل غير واحد بس، بيفضل يضرب بالسلاح فالارهابي ده بيخاف يخش له. سندب بيكون عايز يوصل لمنديل ام ولكن ما بيقدرش، بيريح شويه على الحيطه وبيفضل على الوضعيه دي لحد تاني يوم الصبح. زمايله بيخشوا عليه بيلاقوه ميت، واخر واحد فيهم زمايله بيرموا عليه قنبله بيفجروا بيه المكان. خلاص القائد سندب مات، والخبر بيتزع على التلفزيون، ابوه وامه دموعهم بتغرق الشوارع ومراته بتعرف اللي حصل. بيروحوا يستلموا الجثه والقائد بيقول لمراته ورقه الطلاق اهي، مرضيش يوقع عليها، وبيسلموا لمامته حاجته، وبتلاقي المنديل بتاعها هي اللي سندب قال لها انا سرقته منك. المهم بيستلموا جثه البطل سندب، وبتعدي السنين وبتفوت الايام ومحدش في الهند بالكامل بينسى البطل سندب، والبنت الصغيره اللي انقذها بتكبر وبرضه بتكون فاكراه. وهنا بينتهي الفيلم، وشكرا من القلب لكل جندي بطل واقف بيحمي اهل بلده، تحيه طيبه من قلبي ليكم. ما تنساش يا صديقي تكتب لي كومنت من قلبك وتحط لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش برضه تخش تاخد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام.